أموال طائلة يتم تداولها في أسواق المواشي عبر ربوع الوطن، وفي خضم كثافة الحركة التجارية يجد اللصوص فرصتهم لسرقة ما أمكن لهم سرقته. في بسكر على سبيل المثال، أحصت مصالح الدرك سرقة 243 رأساً وسجلت استرجاع 136 منها منذ مطلع السنة الجارية. أما على المستوى الوطني، تم تسجيل هذه السنة 18312 رأس مسروقة، وعلى إثرها تم استرجاع 12346 رأس وإيقاف 901 شخص، وتم قدموا للجهات القضائية أين تم وضعوا في الحبس الاحتياطي. حالات سرقة تشهدها هذه السوق أو تلك، والموالون كما الزبائن يتخذون احتياطاتهم خصوصا أثناء عملية البيع والشراء. نتكل على ربي وربي والامن ان شاء الله والدوله كاينه. كنبيعوا بزاف نخرجوا لبرا. نجيو ما بين الكماين ويسلكونا في السطره ونمشيو. يشوفنا غير ربي العالمين. الاغلبيه يروحوا كل واحد نقولوا نباعوا ولا ذيك يخرجوا ويسلكهم بيناتهم بين الكماين هكا الكميو تاعو ولا يديروا يسرجي ولا ويجي يسرجي ويسلكوا. ولأن لا تنمية ولا اقتصاد بدون أمن، استحدثت قيادة الدرك الوطني بطاقية تحصي الموالين وسطرت مخططا لتأمين أسواق المواشي. تقوم وحدة الدرك الوطني بتأمين هذا السوق لمراقبة الموالين وكذا رؤوس الأموال، كما يتم الاستعانة بخلية الشرطة التقنية بالمجموعة من أجل مراقبة رؤوس الأموال لتفادي ظاهرة التزوير. إضافة إلى هذا، تقوم وحدة تاعنا بوضع نقاط مراقبة لمراقبة مستعملي الطريق ومراقبة الماشية التي تمر عبر الطرقات وتأكد منها وتعريف صاحبها وإعداد سجل تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بهؤلاء الموالين. شعور الموالين بالأمن عبر ربوع البوادي ومناطق الرعي يدفعهم حتما إلى ترقية نشاطهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.